عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله راح نبدي مختبرات الريسبيراتوري سيستم، وأول موضوع راح ناخذه هو السبايرومتري. خلال تجربتي عندي ثلاث عبارات لازم نميز بينهم، اللي هو السبايرومتري، ونقصد به التيست that used for assessment of lung volume and capacity، وهي المغزى من التجربة مالتي. والسبايروغرام هو record of the lung volume and capacity. وعندنا السبايروميتر، ونقصد به هو الابريتاس. والابريتاس مثل ما تشوفون متكون من chamber of the waters، وفوقه اكو درم. هذا الدرم inverted over the chamber of the water. الدرم is filled with O2 or gas، اوكي، مرتبط من جهة بإنك ليفر، مرتبط بإنك ليفر حتى يرسم لي على الورقة، ومن الجهة الأخرى مرتبط بتيوب، وهذا التيوب يرتبط إلى الماوث بيس. الغرض من التجربة مالتي حتى أقدر أقيس التايدال فوليوم، الإنسبيراتوري ريزيرف فوليوم، الإكسبيراتوري ريزيرف فوليوم، والإنسبيراتوري كاباسيتي والفيتال كاباسيتي، ولكن الريسيجوال فوليوم والفانكشنال ريسيجوال كاباسيتي والتوتال لاين كاباسيتي نوت بي ميجر باي ذا سبيرومتر. هسه راح نعرف معنى كل اختصار، وراح نعرف ليش ما نقدر نقيس الريسيجوال فوليوم والكاباسيتيز بالتجربة مالتي. اوكي، what is the lung volumes and the capacity؟ خلي نفهمها على الرسم. اذا تشوفون هذا اللاين هو resting and expiratory level. This volume اللي هو التنفس الطبيعي، يعني اني بالحالة الطبيعية من اكون في حالة الريست وبدون exercise، بدون stress، بدون forceful expiration او inspiration، اي هواء اخذه خلال الانسبيريشن واطرحه خلال الاكسبيريشن اسميه تايدل فوليوم، واللي هو يكون تقريبا حوالي 500 مل. الماكسيموم او الاكسترا فوليوم اوف ذا غاز ذات كان بي انسبايرد اوفر ذا تايدل فوليوم، هذا اسميه انسبيراتوري ريزيرف فوليوم. والماكسيموم فوليوم، الماكسيموم فوليوم of the gas from the end، من نهاية tidal volume، اسميه expiratory reserve volume. زين، اكو سؤال، هل تبقى اللنج بدون air من اسوي forceful expiration؟ هل تبقى اللنج بدون air؟ هذا الشيء طبعا غير معقول، لان لو بقت اللنج بدون air اكيد رح يصير بيها lung collapse، وهذا الشيء ما مقبول. فلذلك يبقى volume of the gas remain in the lung after forceful expiration أو after maximum expiration أسميه residual volume. هذه هي الـ different lung volumes. وإذا فهمت الرسم وحفظته ما راح يصعب علي، وحتى ما أحتاج أحفظ الشرح، لأن أنا هنا فاهمة على الرسم. أوكي؟ عرفنا وافتهمنا شنو اللنج فوليوم. هسه نعرف شنو اللنج كاباسيتي، عفوا what is the different lung capacity. خلي نشرح الكاباسيتي على الرسم ورا ما عرفنا الديفرنت لنج فوليومز. اوكي، عندنا اول كاباسيتي اسميها انسبيراتوري كاباسيتي، والانسبيراتوري كاباسيتي من اسمها معناتها هي حاصل جمع الانسبيراتوري ريزيرف فوليوم زائدا التايدل فوليوم. والكاباسيتي الأخرى هي الفانكشنال ريسيجوال كاباسيتي، وهي حاصل جمع الإكسبيراتوري ريزيرف فوليوم أند الريسيجوال فوليوم. زين، عندنا كاباسيتي أخرى أسميها الفيتال كاباسيتي. الفيتال كاباسيتي جايتنا من إنسبيراتوري ريزيرف فوليوم بلس تايدال فوليوم بلس إكسبيراتوري ريزيرف فوليوم، أو من الإنسبيراتوري كاباسيتي بلس الاكسبيراتوري ريزيرف فوليوم. اوكي، الكاباسيتي الاخرى هي التوتال لنج كاباسيتي، ومن اسمها توتال نقصد بها كل اللنج فوليومز، حاصل جمع كل اللنج فوليوم. اوكي، ايضا نحفظ الرسم ونفتهمه، ما راح انسى اي شيء.
وراح احل اي سؤال يجيني، ممكن سواء تعريف سواء مسألة اوكي سواء رسم، واشر لك اقول لك هذه شنو ال شلون تطلع لي الكاباسيتي، وهذا شنو اسم اللانج فوليوم. اوكي What is the normal lung volume and the capacity؟ هذه lung volumes وهذه بالميل وبالفيميل، وهذه الكاباسيتي وأيضا بالميل وبالفيميل. وشوية لو صفلنا على الجداول نلقى إنه ال volumes and the capacity بالميل تكون slightly higher than female، والسبب انه فحصوا يعني الميل الطفل الميل اللي توه يعني جاي للدنيا ويا، وقارنوه بالفيميل، شافوا انه اللنج اوف ذا ميل تكون لارجر ذان ذا لنج اوف فيميل، والنمبر اوف الفيولاي شويه تكون اكثر من النمبر اوف الفيولاي بالفيميل. اذا هذا راح يسوي لنا فد لارجر سيرفيس اريا، وبالتالي تكون اللنج فوليوم اكبر واللنج كاباسيتيز ايضا شويه اعلى بالميل من الفيميل. What is the factors that affecting the lung volume؟ اكو multiple factors تأثر لي على اللنج فوليوم. اول فاكتور هو الايج، كل ما واحد يتقدم بالعمر كل ما انه الشيب اوف الفيولاي يصير بها ديفرنس بالشيب اوف الفيولاي، الدايفرام يكون ويكر اوكي، فبالتالي اللنج فوليوم والكاباسيتيز كلها راح تقل اذا قارناه بيانجر ايج جروب. الجندر الفرق بين الميل والفيميل وحكيناها بالسلايد السابق. الهايتس كل ما كان تول بيرسون كل ما كانت اللنج مالته اكبر، فبالتالي لارجر سيرفيس اريا، فبالتالي لارجر فوليومز اند كاباسيتي. البولت نقصد بها الاوبيس بيبل دائما يصير عندهم ميكانيكال كومبريشن على الدايفرام، فسوي لي ريستركشن بالموفمنت اوف ذا لانج. كذلك البوستشر ياثر لي اذا كان سوباين او اريكت بوزيشن. الاثنيك جروب اللانج ديزيزز هي الاوبستراكتيف اند الريستركتيف لانج ديزيزز، دائما الاوبستراكتيف تاثر لي على الاكسبيريشن اكثر شيء، والريستركتيف لانج ديزيز تاثر لي على الانسبيريشن لانه يصير ريستركشن بالموفمنت اوف ذا chest وبالموفمنت اوف ذا لانج يعني خلال الانسبيريشن. وهذه الفاكتور راح يشرحها لكم الدكتور بالتفصيل في مادة النظري ان شاء الله. راح نجي على الميجرمنت اوف ذا ريزيدوال فوليوم والفانكشنال ريزيدوال كاباسيتي والتوتال لانج كاباسيتي. مثل ما قلنا بالسلايدات السابقه انه انا ما اقدر اقيس الريزيدوال فوليوم بتجربتي اللي هي السبايرومتري، اذا لقوا طريقه ثانيه اللي هي الهيليوم ديليوجن، اختاروا غاز الهيليوم حتى يخلونه بالاير درام. وليش اختاروا غاز الهيليوم؟ لسببين، لان هو اولا كونستانت اماونت، والسبب الثاني انه هو نون ديفيوزابل يعني ما ينتشر الى التشو، يبقى بالالفيولاي، وبالتالي يسهل علي قياسه، وبالتالي يسهل علي انه اطلع الريزيدوال فوليوم. هسه لو تخيلنا هذا البيرسون هنا راح هو دا يسوي نورمال بريذنج، اذا دا ياخذ فقط التايدل فوليوم. After normal breathing after expiration يعني normal expiration يعني فقط التايدل فوليوم after normal expiration، اقول له ياخذ نفس من السبايروميتر. هنا بالسبايروميتر انا عندي هيليوم اوكي، فراح يبدي الهيليوم concentration هنا يقل لانه دي يصير inspiration، ويبدي الهيليوم يختلط بالفوليوم اوف ذا اير اللي بقى عندي باللنج. وبما انه قلت after normal expiration اذا الفوليوم اللي بقى باللنج هو الاكسبيراتوري ريزيرف فوليوم زائدا الريزيدوال فوليوم اللي هي الفانكشنال ريزيدوال كاباسيتي اللي اني اريتها، فراح يبدي الهيليوم يختلط بالاير الموجود هنا. وحسب القانون اللي هو C1 اللي هي تمثل لي الكونسنتريشن اوف ذا هيليوم الاول، في V1 الفوليوم اوف ذا هيليوم اللي هو المعروف، في C2 اللي هو concentration of the helium بعد ما اختلط بالاير الموجود باللنج، والV2 هي راح يمثل لي V1 اللي كان موجود هنا زائدا الفانكشنال ريزيدوال كاباسيتي اللي هي قلنا البقة الاير اللي بقى باللنج after normal expiration. اوكي هنا أنا فقط رياضيات اقدر اطلع الفانكشنال ريزيدوال كاباسيتي اللي هي راح تساوي C1 على C2
ماينس 1 ونضربها في في 1 الفوليوم. فبالتالي راح اقدر اقيس الريزيجوال فوليوم. طلعت الفانكشنال ريزيجوال كاباسيتي صارت عندي معلومه، والاكسبيراتوري ريزيرف فوليوم عندي معلوم، فقط انقصهم تطلع عندي الريزيجوال فوليوم. هاي هي الطريقه الاولى. نجي على الطريقه الثانيه اللي اقدر من خلالها اقيس الفانكشنال ريزيجوال كاباسيتي، يسموها بودي بليثيسموغرافي. بليثيسمو يقصدون ب انكريزنج اللارجنج. اوكي، الجرافي هي الصوره اللي راح تتكون مثل ما تشوفون. هو متكون من كلوزد سيستم، فشي يشبه الغرفه. اوكي، اسميه بوكس، اسميه كابن، ويجي الشخص هنا سيتنج انسايد ذا كابن. متكونة من ماوث بيس، هذا الماوث بيس بيها نيوموتيك 1 اللي هو السنسر. هذا السنسر يتحسس للبرشر ديفرنس اللي دي يصير بالإيرواي، وأكو سنسر آخر اللي هو نيوموتيك 2 اللي هو موجود بالكابن، يتحسس البرشر اللي يتحسس التشينج بالبرشر والفوليوم اللي دي يصير بداخل الكابن. أوكي، هنا يعتمد لي على قانون البويلز لو. أوكي، اذا تتخيلون الشغله هنا هو كلوز سيستم، يعني بفوليوم معين، يعني ببرشر معين. اوكي، من انا جاي اخذ انسبيريشن، معناته هنا الاير راح يزيد، معناته اللنج فوليوم راح يزيد، معناته اللنج اكسباند، الثوراسيك كافيتي اكسباند، فبالتالي راح يتوسع الثوراسيك كافيتي، ياخذ لي اكثر حيز من الكابن. فهذا ايش راح يسوي لي؟ يقلل لي الفوليوم اوف ذا اير الموجود بالكابن، وبما انه قلل الفوليوم اكيد راح يزداد البريشر. وفي حاله الاكسبيريشن معناته اللنج راح يصير بها كومبرست، الثوراسيك كافيتي ايضا راح يكون بي ديبرست، يعني يكون بي كومبرست، فبالتالي راح يصير اكثر حيز للهواء الموجود في داخل الكابن، فالفوليوم راح يزداد وبالتالي البريشر راح يقل. هذا يعتمد على مبدا البويلز لو اللي هو اكتشفه الفيزيائي روبرت سنه 1662، وقال اكو علاقه عكسيه بين الفوليوم والبريشر. ونطلع الفانكشنال ريزيجوال كاباسيتي عن طريق القانون الكي في، هو ثابت كونستنت في التغير بالفوليوم اللي دا يصير بالبوكس او الكابن، على التغير بالبرشر اللي دا نسوي له اسسمنت من خلال الماوث بيس. اوكي، لهنا نكون خلصنا مختبرنا، ان شاء الله تكون فهمتوه بطريقه سهله، وشكرا جزيلا لاستماعكم.